حالي كلهم يكونوا نايمين. ما بحكي بس اوعى. خبر ولادة نور ويوسف خبرين. بيوجعني اللي بيوجعك وتعب إذا تعب. نور ويوسف ولا عبره. عيوني الزرق هالطول اللي الله عطيني اياه، يعني ما بالمترين عم نحكي. ما عندي شيء سيء سبحان الله. أسوأ شيء فيه بصراحة عفوي زيادة عن اللزوم. بروح كتير أماكن بشوف الناس كتير. حي كل اللي اشتغلوا على مية رائعة. صار عندي عائلة وصرت محاط بالناس اللي لازم كون محاط فيهم، اللي هني أصحابي وعائلتي وأخواتي وحبيبي. يعني اطمن على نور ويوسف، اتمنى أني أشوف هذا النهار قبل ما غادر هذا الكوكب.